ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يعني ذكر عن المجتمعين مجتمع المنافقين وبعد ذلك بثلاث آيات ذكر عن مجتمع المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، التعبير الآية بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، ماشي ترابط ماشي عطاء، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ثم بعد ذلك لما قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما قال بعضهم من بعض، أولياء والولاية بفتح الواو هي حب بالجنان وثناء باللسان وعون بالجوارح والأركان، يحبه بقلبه ويثني عليه بلسانه ويساعده بجوارحه. فالولاية هي غير الولاية. إذن الله سبحانه وتعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هكذا المجتمع المسلم، فليس فيه شيء من التشدد والتشنجات كما يفعل بعض الإخوة والأخوات. بعض الأحيان تسلم على أختك المسلمة ما ترد السلام، قد كان مستقيمة ملتزمة، لا ليس هذا هو الالتزام. يعني المؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هناك ترابط هناك كلام هناك حديث هناك سلام، لكن هناك محظورات بينها الشرع. فالفتاة المسلمة لو ألقت السلام على أخيها المسلم أو على مجموعة من المسلمين ليس بعيب، ولكن الأشد من ذلك أن لا ترد السلام، لأنه إلقاء السلام سنة ورد السلام فرض. مشي عيب في أن الإنسان ذاك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع أمهات المسلمين ومع بعضهم البعض كان يعني كانت النساء تسأل وكانت النساء تتخاطب مع الرجال لكن بكل القيود. إذا كان الله سبحانه وتعالى قيد المؤمنين مع أمهاتهم مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، سبحان الله. لكن المرأة المحتشمة المرأة التي لا تظهر زينتها فليس هناك من مانع من أن تسلم أو يسلم عليها طبعا من غير المصافحة. طبعا أنت يسأل جزاء الله خير، يقول أنت ذكرت سلام الرجل على المرأة وسلام المرأة على الرجل، فهل يدخل في ذلك المصافحة؟ الجواب لا. أنا قلت ضمن كلامي أن الشارع الحكيم منع أشياء، منع ما يثير يتوامن نفوس الجنسين تجاه بعضهما البعض، فالملامسة تثير. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة ليس له عليها سبيل. فالمصافحة ممنوعة، إنما السلام وغير المصافحة، وأيضا التعنت بالقول ممنوع. الله سبحانه وتعالى قال في أشرف النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني لابد السلام يكون يعني سلام وئام ومحبة وعاطفة أخوية، ليست عاطفة يعني ميل من جنس تجاه الآخر، إنما يكون في حدود الاعتدال والسلام المطلوب. وأيضا المرأة قد تسأل العالم أو المفتي أو الفقيه، لكن كله باتزان. فالمصافحة لا تصح أبدا، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة قط. اللهم لبعض أهل العلم رخص في القواعد من النساء وبعضهم لم يرخص، فإذا المصافحة ممنوعة والله تعالى.